احنا كان مشكلتنا الحقيقيه النهارده في اللاعبه يمنى، لاول مره بنتاهل ببنت في منافسات الملاكمه وما قدرتش انها تخسس وتوصل للميزان المطلوب للعب. هل 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 في موضوع يمنى احنا كنا فرحانين بيها، وانا كنت استضفتها هنا في رقم 10 وكنا فرحانين بيها وفخورين بيها جدا وكان عندنا امال كبيره معاها، هل ده كان في اي خطا اداري يا فندم؟ هل احنا ما يعني ما تعاملناش مع الامر بشكل جيد؟ عايزين نفهم برضو اللي حصل في موضوع يمنى. احنا تعاملنا مع الامر بشكل جاد جدا، يمكن بس احنا عاملين تحقيق دلوقتي وعندنا اجتماع كمان ساعه لجنه اولمبيه مع سياده الوزير لمناقشه هذا الموضوع تحديدا وما اثر عنه التحقيق اللي اتعمل النهارده. ده احنا نعرفه ان شاء الله كمان ساعه من دلوقتي. عظيم. انما احنا عارفين من يوم ونص فاتوا ان هي وزنها زايد كيلو ونص ومحتاجه تخسس جامد. العاب النزال ده طبيعي، ده شيء طبيعي جدا فيها موضوع التخسيس، اللاعب بيبقى زايد عن وزنه وبيقدر يعمل برنامج التخسيس بتاعه عشان يوصل للوزن المطلوب يوم الميزان، ثم بياكل تاني بعديها عشان يبقى عنده طاقه كافيه للعب. فليه هي ما قدرتش انها تنزل بالميزان مظبوط؟ ده شيء يعني التحقيق هيبين ايه سببه. عظيم. زياد السيسي قال بعد مباراه المركز الثالث ان هو كان في مشكله في التركيز، انه اول مره يتحط في هذه المرحله في المنافسه في الاولمبياد فتاثر تركيزه وتشتت. راي حضرتك واحنا كان عندنا كلنا، وانا متاكد انتوا كمان كان عندكم نفس الامال في زياد السيسي انه ياخد اول ميداليه لمصر. زياد بطل كبير جدا، وقف لمصر على منصه التتويج اكثر من مره على كاسات العالم، وصل الى الاولمبياد وهو في الرانك الاول على العالم، ثم النهارده قدر يصل ويفوز بمباراه صعبه جدا الى وصوله الى السيمي فاينل. انا فخور جدا بزياد وتحليله للموقف. قال انا لا الوم التحكيم على الاطلاق، وانا فقدت تركيزي للحظات وما قدرتش ارجع للتركيز المطلوب، وده هو فعلا افقده ميدالية. انا في تخيلي ان اول ما وصل للسيمي فاينل بدا يفكر في تحقيق الميداليه وعمل الميداليه والفوز، وده اكبر خطا ممكن يقع فيه اي لاعب. زياد لاول مره بيلعب اولمبيك جيمز، اولمبياد غير بطولات العالم، الضغط النفسي فيها بيبقى اعلى كتير. انما هو بطل كبير ان شاء الله، لسه في مسابقه الفرق يقدر يعوض ان شاء الله، وهو وزمايله يحصلوا لنا ميداليه باذن الله ان شاء الله.